أهلا وسهلا فيكم مشاهدين الكرام لهي الفقرة اللي خصصناها للحديث عن طلاب الطب العرب داخل البلاد. وحاليا احنا موجودين في الكلية للطب التابعة لمعهد العلوم التطبيقية التخنيون. وللحديث أكثر حول هذا الموضوع بسعدني أنه أرحب بضيفي الأول وهو كرم شلاطة. أهلا وسهلا فيك كرم، صباح الخير. أهلا ماجد، كيف حالك؟ بداية السؤال الأول اللي حاب أطرحه عليك، ليش قررت أنك تدخل تتعلم الطب بشكل عام؟ هذا السؤال رافقني كثير، بلش بالمرحلة الثانوية بالذات، اللي بتعرف الواحد ببلش بده يبحث عن ذاته، انه انت بتبلش تعمل بقريت بسخومتري، بدك تبلش تحدد مسار لحياتك الجامعية. الطب اجا من انه انا بدي موضوع اللي فيه ادمج عمل مع بشر، فيه مساعدة للناس، وكمان فيه انه انا عم بتعلم معلومات عن جسم الإنسان وأنا عم بطبقها بشكل مساعدي. فهذا كان إحدى الأسباب اللي أنا اخترت الطب، إنه أنت بتدمج نوعين من الأشياء، نوع إنك أنت عم بتساعد وبتعمل عمل إنساني، والثاني إنه أنا بعدني عم بتعلم وباخذ كمان، بكسب كمان معلومات خصوصا عن جسمي وعن الأمراض اللي ممكن تحيطنا. يعني اللي بفهمه منك إنه الموضوع كموضوع كان مثير للاهتمام بالنسبة إليك جداً. ولكن في جانب اللي هو كمان كتير مهم، يعني وكثير من طلابنا العرب عم بيروحوا لهاي المجالات، لمجالات الطب وأيضا المواضيع المساعدة للطب بسبب أيضا المردود المادي، فكمان هل كان هذا الإشي في الحسبان عندك؟ صحيح، مش راح أخبي عنك إنه ممكن إنه إحدى الأشياء اللي أنا بدي إياها كمان بالمستقبل إن أنا أكون إنسان مؤسس حاله صح، وكمان عندي مردود مادي اللي برد على التعب اللي أنا بدي أستثمره خلال هاي السنوات في تعليمي. بس بقدر أقول لك إنه إذا بدي أعمل سلم أولويات ممكن إنه المردود المادي يجي من تحت مش من فوق. شكرا لك على مشاركتك لنا في هذه المعلومات، يعني وفي تجربتك الشخصية، شكرا كثير. شكرا لك. وحاليا مشاهدينا احنا مع الطالبة حلم عدي، وهي طالبة سنة ثالثة في التخنيون، طالبة طب سنة ثالثة، وايضا مندوبة الطلاب سنة ثالثة في رابطة الطلاب في التخنيون. اهلا وسهلا فيك حلم. نور مزدي، هلا. يعني بداية نبدأ من وظيفتك، وأنه تم انتخابك للسنة الثانية زي ما فهمت على التوالي أنك تكوني مندوبة الطلاب في رابطة الطلاب في التخنيون، فاحكي لي بداية عن أهمية هذه الوظيفة وأيضا عن أهمية أنه تم انتخابك، يعني طلاب عرب ويهود طلاب طب انتخبوك أنك تكوني مندوبتي. شوف بشكل عام، يعني وظيفة مندوب الطلاب هي وظيفة جدا مهمة بغض النظر عن إذا كان المندوب هو عربي أو يهودي، لأنه هو زي مثل ما أنت حكيت هو حلقة الوصل بين الطلاب وبين الهيئة التدريسية والعماد الطلبة وما شابه، وهو بحاول إنه يوصل المشاكل تبعت الطلاب للجهات المختصة. حقيقة إنه أنا طالبة عربية في رابطة الطلاب، هي يعني برأيي امتياز معين، لأنه بهاي الطريقة أنت ممكن توصل احتياجات الطلاب العرب بشكل خاص، مش إنه يعني بدنا نعمل تمييز بين طلاب العرب أو طلاب اليهود، ولكن أحياناً بسبب الجيل وبسبب الخبرة وما شابه بيجي الطلاب العرب ممكن شوي بيحبوش يتواجهوا أو بخافوا يتواجهوا أو مش كتير منفتحين لاحتياجاتهم وطلباتهم، فإذا بيكون في مندوب اللي هو عربي أكثر بيكون التواصل سلس ومرن. شكرا للزميل مجد دانيال على هذه المقابلات اللي عملها مع طلاب في معهد العلوم التطبيقية بمدينة حيفا التخنيون، مقبلين على تعلم الطب طبعا مبدئيا بالنجاح. طبعا بالنجاح، كل احترام لنا احنا بالفعل. يعني حكينا على موضوع النسب والاقبال الكبير، ولكن هذا ما بيقول اننا مفتخر بهاي النسب المشرفه طبعاً. واكيد يعني بنتمنى لكم نجاح، مجرد اننا نقبل، وهذا بيقول يمكن عندنا الكفاءه الكافيه فعلا ان يكونوا في مسيري ناجحه ان شاء الله. وعفاف اليوم كمان الباحثين في العلوم الاجتماعيه بشكل عام صاروا يميلوا لانه يبحثوا هاي العلاقه بين الطالب العربي والمواضيع الطبيه، على سبيل المثال الطب او ما العلوم المختبرات صحيح. او حتى التمريض وما الى ذلك، لانه بالفعل في نسبه كبيره من مجتمعنا العربي الفلسطيني عم تقبل على هاي المواضيع لكثير اسباب ممكن نحكي عنها كمان خلال هاي الفقره مع ضيفنا الكريم اللي بنصبح عليه بالخير، بروفيسور رياض اغباري.
عميد كلية الصيدلة السابق في جامعة بئر السبع. صباح الخير. صباح الخير أمير وعفاف وجميع المشاهدين. مبدئيا أنا بدي أبلش معك بمقابلة عمل. ليش رحت أنت على هذا المجال؟ أنا لا ما رحت على مجال الطب. الصيدلي. أنا بمجال علوم الأدوية بس 20 سنة. هي علوم اللي برضو يمكن مرتبطة. أنا رحت على علوم الأدوية لأنه من أنا صغير وأعترف ما حدا سمعنا أنه بصف الثامن سرقت نص المختبر الكيميائي في المدرسة وعملت مختبر عندي بالبيت ورحت ما أدفع حياتي عليه لأنه في تجربة عملتها بالبيت كان تسمم لإلي وكنت في المستشفى. يا ساتر. فمن أنا صغير الكيمياء والأدوية جسم الإنسان كانت مثيرة لاهتمامي. وهي قلتها في هاي قلتها في المقابلة أو قلتها لشي أستاذ في الجامعة ولا لا؟ لسه لأول مرة. سر النجاح وتميز ساعي هذا هو إن أنا تعلمت الموضوع الهواية تاعتي. حلو. فإذا بدك تصل للقمة تعلم الموضوع الهواية تاعتك وهي أحلى مقدمة للموضوع اللي جاي نحكي عنه اليوم. جميل جميل جدا. بروفيسور احنا يمكن بلشنا قبل المقابلات اللي اجراها مجدك ودردشنا شوي انا وامين والمشاهدين بانه ما زال يعني حصه الاسد بمجتمعنا حتى على مستوى الامنيه، ايش تتمنى ابنك يتعلم وايش بتحب تتعلم؟ يقال دائما الطب بدي لقب دكتور وكل ما يتبع هذا الموضوع. بدايه بحب اسالك نبلشك شوي بطريقه مختلفه، ليش من وجهه نظرك من خبرتك من تعاملك مع هاي الشريحه في افضليه للتعلم في الجامعات في البلاد عن جامعات خارج البلاد تحديدا مساق الطب؟ بدون نبدأ إنه موضوع الطب هو موضوع طبعاً على مستوى عالمي المضمون فيه العمل موضوع إنساني موضوع أي المشكلة اللي فيه إنه هو مش ملائم لكل إنسان. بدك ناس اللي عندهم يعني ميزات معينة مشان يتميزوا في هذا المجال اللي راح نتطرق لإلها. قضية التعليم الأهالي عندنا كل أقلية في العالم على فكرة وين ما تروحي بدهم الأهالي الموجودين في أقليات أولادهم تعلموا موضوع الطب موضوع المحاماة مشان دفع حقوقهم مواضيع طبية مشان كمان يعالجوا من ناحية صحية كمان المكانة الاجتماعية لإله. فمعظم الطلاب اللي بسجلوا للطب يعني إن المعطيات بتورجي إنه حوالي 95% من الطلاب اللي جابوا 730 وفوق بالسيخومتري بسجلوا طب. في الوسط اليهودي إذا منقارن نسبتهم 15% فقط اللي عندهم 750 سيخومتري فوق بس 15% عندنا 95%. فهذا بورجي إنه فينا مشكلة إنه 95% من هذول يعني الشريحة المتميزة يعني جابوا السيخومتري بقروت اللي بدهم يتعلموا الطب. ليش بعتبرها مشكلة؟ لانه وانا بعتبرها مشكله بس انا بدي افهم ليش الاسباب اللي عندك. يمكن في المجتمع مشان يكون عندك مجتمع سليم لازم يكون في طاقات متميزه في كل المجالات. يعني احنا بحاجه لفيلسوف، بحاجه لمؤرخ، بحاجه للغه العربيه، بحاجه مش تكون هاي المواضيع اللي هي المواضيع الاساسيه. يعني مشان تبني مصنع بدك مهندس، مشان تبني مجتمع بدك ناس بالعلوم الاجتماعيه. فاليوم تخيل انه واحد عنده 750 في أم الفحم أو بالناصري يقول لأبوه أنا بدي أروح أتعلم فلسفة، بدي أروح أتعلم مسرح. اللي المسرح بصنع لك مجتمع. طبعاً. فإحنا بنعرف كثير حالات إنه طلاب أنهوا الطب وراحوا أنطوا الشهادة لأبوه وراح أتعلم فنون وموسيقى. موسيقى بعرف صح. شخص. صح. فهي مشكلة فيش يعني هاي الظاهرة 95% يروح لهي المجالات أنا بفكر إنه يعني مش معقول. سوري عشان كنت سألي على الأفضلية بالجامعات في البلاد بروفيسور لأنه حضرتك ذكرت موضوع الميزات والبروفيل هيك الخاص رح نحكي عنه لاحقا ولكن اللي مش عم بينقبل هون مش عم بتنازل عن حلمه صحيح. أو عن أمنيته عم بيروح لخارج البلاد. طبعا احنا بنعرف حتى انه صارت ظاهرة انه الطلاب بطلوا يسافروا امتحان سيخومتري يعني صف العاشر اهله بيقولوا له فيش حاجة اطلع عند ابن صح. خالك خارج البلاد وهي كمان سيء جدا انه في تكاليف عندنا باهظة. اثنين امتحان لما يرجع امتحان الترخيص تعلق بأنه جامعة تعلمه اليوم تورج المعطيات انه تقريبا 25% فقط بينجحوا في امتحان الترخيص للطب. في عندنا قرابة 1000 خريج طب هذول اللي دفع على كل واحد منهم تقريبا تكاليفه نص مليون شيكل لأهله وفي ناس اللي بعت أراضي واخذت قروض وبتستنى 1000 خريج صاروا عاملين 5 مرات امتحان مش ناجحين فيه. فهي مأساة اجتماعية لانه إلها كمان اسقاطات على اخوته لهذا الخريج على اولاد الحاره الموجودين فيه. اثنين حتى لو درس في الدول اللي انا بقدر اذكرها يعني الاردن
هنغاريا على فكره كمان الجامعات الفلسطينيه في نابلس وفي ابو ديس في المانيا في نسبه نجاح عاليه تصل فوق 80%. مع ذلك لما بنجح في الامتحان الترخيص بخلص استاج مرحله التدريب بده يساوي تخصص بيطلعوا له انت مش خريج داخل البلاد يعني. الاولويه مش لإله بهذا المعنى انت لوبو قرشلانو بالعبراني. إسا هاي انه مش خريج لإلنا حتى لو انك جاي من امريكا بضلها كمان عقبه قدامك. صح. خريج جامعات اللي بالبلاد اول شيء اخذ البرنامج البرامج تختلف بين الدول الملائم لإلنا هون. اثنين اللغه العبريه كمان 6 سنين ثقافه العمل في المجموعه الطبيه في المستشفى في الاقسام تعرف على بروفيسوريه على هاي فعلا له يعني زي طريق مسهله انه ايات اختصاص بده اياه وما في تشكيك اذا ناقصه مواد او مش ناقصه مواد كمان من ناحيه علاقات عامه وكمان من ناحيه منظوماتيه هذا نقول في هذا الاهم المؤسسات الشغل الطاقي مع بعض الجماعي العمل الجماعي لانه احنا مشان نتعامل كمان مع الوسط اليهودي بدك تجربه انك تفهم راسه هذا وبايش بفكروا وشو الاشياء المقبوله والاشياء الغير مقبوله. اذا انت صف جيل 18 سافرت خارج البلاد جيت لهون بدك تفوت تشتغل مع هذا الطاقم لا لغه موجوده ولا الثقافه ولا العلم اللي اكتسبه خارج البلاد في 6 سنين يعني كمان ما هذا لا يعني انه مستوى التعليم خارج البلاد اقل. مع ذلك في جامعات اللي انا كنت يعني بعرفش بقبلش انه خريج من الجامعات انه يدويني خلينا نحكي باختصار ونلخص الموضوع. في جامعات هي مستوى جدا جدا واطي وهناك بنعرف ان الطلاب بكل اسف بحكي هذا الاشي انه بيشتروا علامات مقابل $50 بيشتروا العلامه. صحيح بس لما بده يجي لهون مش راح يمرق بنجهز الامتحان الامتحان الدولي مقابل ولا اي طبعا. مبلغ واكثر شيء مثير للاهتمام يمكن النسبه اللي ذكرها الدكتور يعني 25% فقط 25 فقط هاي نسبه مخيفه. نفس الشيء على فكره بالصيدلي مش بس في موضوع الطب اللي بتعلم في خارج البلاد. في موضوع الصيدلي قبل سنه بطلنا الامتحان لخريجين البلاد كانوا يساووا امتحان بطلنا لانه نسبه نجاح 100%. هذا امتحان حكومي يعني بعد ما تخرجوا من عندنا من بير السبع ومن هداسه كانوا يروحوا يساووا الامتحان خريجين البلاد نسبه الامتحان 100% كل الطلاب ينجحوا خارج البلاد 25% فقرروا انه يلغوا فيش حاجه يعملوا الى جانب كل هاي النسب بروفيسور يعني لما احنا عم نحكي عن ارتفاع الطلب على موضوع الطب بشكل عام في المجتمع العربي الفلسطيني في الداخل والاقبال عليه وكنا عم نحكي كمان قبل الهوى على النسب المرتفعه ايضا عند الفتيات والطالبات يعني عم نحكي على 60% مثل ما اسلفت البروفيسور في داخل البلاد 60% من الصبايا اللي بيكون في عندهم شروط قبول بيروحوا بيتعلموا طب وهي نسب مرتفعه جدا. اكيد الطالب عم بوصل مع افكار مسبقه كثير منها مخطوء او غلط. من تجربتي انا يعني قابلت مئات الطلاب عرب ويهود اللي تقدموا لموضوع الطب لاحظت عده نقاط. اول شيء فينا قرابه 500 طالب عربي اللي بتقدموا بدهم يدرسوا الطب في البلاد سنويا تقريبا 500 منهم يقبل 75-80 طالب في كل الكليات في البلاد. اوكي. لان على فكره يعني تقريبا 25% من الطلاب اللي بينقبلوا بينهم 60% طالبات. ايش المشاكل الاساسيه اللي بتقابل؟ طبعا هذا الطالب جاي بالسيخومتري وبقرو وطول انجليزي وكل شروط القبول. اللي بينقبلوش بالاساس لانه ناقصهم مهارات اساسيه قياديه. بتشوف انه جاي بده يدرس طب وهي الاشياء اللي احنا بنبحث عنها في المقابلات هاي مش اسرار يعني احنا بدنا نختار ومسؤوليه كبيره علينا انه اطباء المستقبل اللي بدنا ناخذهم نعلمهم انه يكونوا يعني اقصى ما يمكن ميزات الطبيب اللي انا وانت بدنا اياه ذكاء يعني عاطفي اجتماعي وما الى ذلك فبدنا اياه اول شيء الامانه تاعته المصداقيه فأيات الشك خلال المقابلة إنه بيحكي إشي مش مزبوط على المحل روح برا. وأنا بفكر إنه هذا بدنا إياه المطلب لأنه لا يمكن إنه بكرة الطبيب هو الوحيد اللي بأخذ بنتي بأخذ مرتي لعنده
بكونوا اياه بالغرفه لحالهم، فانا بدي اياه انه يكون 100% قضيه الامانه عنده، ولا يستغل المريض، لانه المريض مستعد يدفع ماله، يدفع كل شيء بيتعلق في كسه. فبهاي اللحظات استغلال المريض ترجع الى الامانه والمصداقيه تاعت الطبيب هو والمريض اللي بده يكون. فهي فش عليها الجدال. نعم. للاسف انه في كثير طلاب بيجوا لنا على المقابله بيكون كاتب بالسيره الذاتيه شيء وبحكي لك شيء ثاني، او انه ليه بدك تعلم طب؟ انا صار لي سنه بتطوع في عيادي وشفت انه هذا ملائم ليلي، اني عيادي وين هي العياده؟ شو سويت هناك؟ هاي جمله محافظين اياها. برافو عليك، صح. فلما بنساله وين هاي العياده، لانه كل كلمه بحكيها في المقابله نظري بدنا نصرفها عملي طبعا، يعني انا اعمل الكل بقدر يحكي. فبتشوف انه ببلش يتلخبط، شو شفت هناك؟ شو الجهاز؟ حكينا عن حالي. فصير طلع على جنب، صير تلخبط، فببين انه يعني في شك باللي بحكي. ايش المشكله؟ زي ما ذكرت امير انه في دورات اللي بحضروا الطلاب للمقابله، في مشكله معها هاي الشغله. يعني الطالب اذا بيجي من غير هاي الدورات حتى احتمال قبوله اكبر، لانه بيحكي طبيعي من ذاته. اما لما بيجوا بنطوا قائمه اسئله بيسالوك هيك جاوب هيك، السمين هذول كمان اللي بحضروهم، اللي بحضروهم طلاب اللي انكبلوا للطب. وانا سالوني هيك جاوبوني هيك، بس في مقابلات الطب في عندنا 1,171,000 سؤال. يعني لا نهائي. فهذا انه بيجوا كروك ليه بدك تعلم طب؟ لانه بعد الثانويه رحت انا اتطوعت بالمستشفى وشفت هيك هيك. اذا انت ما تطوعتش ما تحكيش، ما تحكيش، ما تطوعتش. ليه ما اتطوعتش؟ ما كانش عندي وقت، لانه انا جبرت اروح اشتغل مشان اوفر مصاري للتعليم تاعي. بيتنا بعائله فقيره، احنا ما حدا كمان بيجبرك انك تتطوع. صحيح. ليش هاي؟ لانه انا بدي. اذا انت شايفه انه هو مش عارف ولا شيء عن الطب وانه هو ما بدوش يتعلم طب، بتساله بعدها طب اذا ما انكبتش طب شو بدك تساوي؟ ماني مقبول هندسه كهرباء. اوكي. أنا شو إذا أنت مسجل هندسة كهرباء مقبول، يعني مش أولوية أولى بالنسبة لك كمان. بالضبط. إذا هذا إنه خاصة بنشوف إحنا أكثر عند الطالب العربي، لأنه الطالب اليهودي بيجي أول شيء بجيل تقريبا 25-26 سنة، طبعا بعد ما خلص جيش، بعد عنده تجربة حياتية كبيرة. فبيجي هناك ما حدا موديه إنه أبوه بده إياه يتعلم ولا أمه بده إياه يتعلم، أو إنه كلينه شو يجاوب. فالطالب العربي انا طبعا ما بعمم، لانه زي ما ذكرنا في ان حوالي 100 واحد اللي بينكبلوا هذول بيجوا يعني متميزين. نعم. بس هذول 100 من 500 معظم اللي بينكبلوش او انه على مصداقيه، لانه في عندنا كمان امتحان عن طريق الحاسوب بيعملوه للامانه. نسبه الطلاب العرب انت بهمني منيح، اللي بينجحوا في امتحان المصداقيه والامانه والصدق اللي بيسووه بالكمبيوتر فقط 35%، ثلث. بالوسط اليهودي ثلثين بينجحوا في الامتحان هذا. لانه بيسالوك هل انت مره شربت مثلا كحول؟ شو معلمينهم بالدورات؟ قول لا. لانه بنفعش تكون طبيب تحت تاثير الكحول. بس مزبوط. بس اذا انا بالثانويه وبنعرف انه في كثير شباب اللي بيشربوا بيره بيشربوا كول، انه انا اذا شربت لانه بعد الامتحان 4.5 ساعات طبعا برجع بصيغه مختلفه السؤال او بفحص الاشي. عفاف اكيد انت من المجال تاعك، فبتعرف انه خلال 4 ساعات بنطوم 700 سؤال، وهذا السؤال بعيد على نفسه عده مرات. هل دخنت مره؟ اذا ما دخنتش ما دخنتش، لانه توقع راح يسالوك اخرى مره باشكال ثانيه. يعني ما بتقدرش تلعب مع يعني في هاي الامتحانات اللي احنا بنسميها مبحانين بسيخولوجي او الامتحانات اللي بتفحص هيك الجانب النفسي، الكذب عن جد مش وسيله وبالاخر راح يكشف وحبله فعلا قصير. 100%. بروفيسور، من هاي هيك المطبات اللي حضرتك ذكرتها اللي طلابنا بوقعوا فيها، بدنا نسمع منك نصائح للمقبلين وللي بيقولوا لا انا سمعت كثير افضل اني امرق في هاي الدوره او في هذا الكورس. وكمان اذا بتعطينا سريعا نبذه مين الاشخاص اللي بايدهم هذا القرار، من مين مشكل اللجنه اللي تتخذ القرار اذا الشخص مناسب او لا؟ اللجنه عندنا في بيختلف بين الكليات. في جامعه بير السبع احنا المحاضرين في كليه الطب. طبعا بحاضر الصيدله في الطب، في المقابله المفروض اجباري يكون طبيب واحد. انا بكون من كليه الصيدله بكون طبيب اجباري يكون. في جامعه تل ابيب القدس والتخنيون في هناك 8 محطات مور مرقام اللي الطلاب بمروا فيهن،
موجودين كمان المتخصصين في مجال العمل النفسي او العمل الاجتماعي، البسيكولوج نتاع السكرتيين وشمن الشكل، وممثلين كمان موجودين. فباخذ بالثمان محطات العلامات المختلفه. عندنا في بير السبع هي المقابله الاولى بتكون عن طريق الكمبيوتر، هذا بغربل الطلاب اللي مش امنين. بعدها بيجي ساعة بقعد مع مقابل اثنين اللي بيعملوا المقابلة مع خلال ساعة بتعرفوا عليه. ساعة مقابلة مش قليلة. طبعا طبعا. إسا الأشياء اللي مدور عليها إحنا من دور، هل اللي جاي إنه هو ممثل ولا غير ممثل؟ إذا راح تعلم دورة مسرح تمثيل يعني تسألوك هيك جاوب هيك، احتمال قبوله أو إنه يغدر يمثل على المقابلة، لأن احنا شايفين آلاف الطلاب يعني ما بيقدر أحد إذا هو ولا لا. اثنين هاي الببغاء اللي قدامنا. ثلاثة ندور على الذكاء العاطفي لإله، هل هو بنضغط خلال المقابلة، هل هو أفكاره مرتبة زي ما لازم، ولا جاي أمه أبوه قاعدين بريت غرفة المقابلة. على فكرة كمان هاي يعني للأهالي أنا بنصحهم إنه تجوش مع أولادكم أيام المقابلات على المقابلة، لأن تضغطوه بزيادة لما هو في اللاوعي عنده أبوي وأمي قاعدين بريت الغرفة إيش يعني منظر. بس بنشوف عند العرب بيوم المقابلات كل الكوريدور في هناك بلان عائلات جايبين أولادهم، يعني الدعم المعنوي حلو بس مش هيك. كمان كمان لما بيسألوه كيف جيت هنا، جيت مع أمي وأبوي، هذا بورجي يعني أنك أنت جاي تعلم طب مش مستقل، أنه أمك وأبوك جايبينه. صحيح. فكل هاي الأشياء أنا بقترح يعني اللي بده يتعلم أنه يدخل دورة، مش دورة تحضير الامتحان، فيش شيء من هالشكل. لازم يكون في دورة تحضير الشخصية تاعتك، تطوير مهارات قيادية عندك، انك انت تحكي عن ذاتك، تفحص ملائمتك للمواضيع الطبية على المستوى الشخصي، لانه هذا مشروع حياة. اذا هو مش ملائم لإلك زي ما بدينا حكينا، كل واحد عنده ميول وعنده هواي، تعلم موضوع اللي إلك ميول انت شخصيا، وهذا قد يختلف 180 درجة عن اللي بده اياه اهلي. صحيح. اذا الاهل بدهم ابنهم يتميز للاخر، إذا بده يتعلم مسرح ودوه على المسرح، بده يتعلم طب طب، هايتك هايتك. اليوم فينا تغيير، فينا في التخنيون 3000 طالب من 2000 طالبة بموضوع الهايتك، وعندنا هناك نجاحات يعني من أروع ما يمكن. على أمل بالفعل أنه هذا التوجه بروفيسور يعني يلاقي صدى بمجتمعنا. عم نحاول نشوف بالفعل تغير يمكن في هاي التركيبة، في توجهات ربما لكل هاي المواضيع، واختلاف ربما في النسب وتقسيم لهاي المواضيع. بنشكرك بروفيسور رياض إغبارية، عميد كلية الصيدلة في جامعة بئر السبع سابقا. شكرا جزيلا. شكرا لكم على طرح الموضوع المهم للغاية، خاصة لطلابنا المميزين. شكرا. يسعد صباحك.